السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. حسيت انه اهم موضوع محتاجين نتكلم فيه الفترة دي هي السكر وعلاقتنا بالسكر. خليني الاول اعرفكم على ايه هو السكر وليه بيتقال عليه سم بطيء وليه بيتقال عليه انه من اكتر الحاجات اللي مضرة بالمناعة. ودلوقتي احنا في رمضان، بقى حلويات رمضان بقت غريبة قوي بصراحة، مش بس يعني انواع من السكر مختلفة، وداخلين على الصيف مشروبات غازية وصوصات وايس كريم، كل الحاجات دي بتخلينا اللي هو احنا بنستهلك كميات كبيرة جدا من السكر، وفي ناس كتير مش مستوعبة قد ايه السكر مضر. اول حاجة، السكر ده سعرات حرارية غير مفيدة تماما، واكتر الحاجات اللي بتتسبب في تراكم الدهون، وتراكم غير عادي للدهون، والدهون الداخلية دهون خارجية كمان. لو فاكرين الفيديو اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن كيفية تكون الكرش، اللي هو اكتر حاجة بنبقى كلنا متضايقين منها واكتر حاجة بتحسسنا ان احنا دخلنا، فهو تناول السكر وان الانسولين يفضل عالي في الجسم ويفضل في تخزين للدهون، وان هرمون النمو ما بيبقاش في حالة مستقرة علشان يبدأ يحرق من الدهون اللي موجودة، بالعكس الجسم عمال يخزن دهون جديدة. فالسكر مبدئيا لازم نكون فاهمين ان هو مش بس السكر اللي هي معلقة السكر احنا نحطها، وفي ناس لايف ستايل بتاعها العادي انه بياكلوا حاجات مسكره كل يوم، بيحلوا الشاي والقهوه بسكر، لازم يكون في بدايل اصلا موجوده في البيت. سكر اصلا موجود في حاجات كثيره قوي احنا ما نعرفهاش، موجود في العيش الابيض، موجود في اغلب الصوصات، موجود كمان حتى في البروتين بارز والهيلثي بارز اللي موجوده اغلبها موجود فيها سكر. ففي حاجات كثيره قوي احنا مش بناخد بالنا منها فيها سكر، بعيدا عن ان احنا بنحلي بقى الحاجه بسكر. فنحاول نظبط اللايف ستايل بتاعنا عشان ما يبقاش من كل ناحيه. ليه بقى؟ لانه السكر بيبوظ المناعه جدا، وكل ما بيزيد استهلاكنا للسكر كل ما الانسولين بيكون عالي في جسمنا، كل ما بيحصل احتباس للميه والاملاح، كل ما بيحصل تكوين لدهون جديده، كل ما الدهون القديمه في الجسم ما بتتحرقش. مش بس الوزن هو اللي بيزيد، الفوليوم بتاع جسمنا تكوين دهون، فتحس انه مقاساتكم هي اللي كبرت. فلازم نكون فاهمين انه السكر لا هو حاجة مضرة، مضرة كمان على المدى الطويل. يعني ايه؟ يعني كل ما بنكبر في السن كل ما بتزيد احتمالية اصابتنا بالسرطان بالزهايمر. على المدى القصير بقى، دي حاجة اللي هتفرق قوي مع ستات كتير، السكر بيعمل حاجة مهمة قوي، انه بيأثر على الالياف بتاعة الكولاجين اللي بيخلي بشرتنا شكلها حلو، فبالتالي بيسرع عملية ظهور التجاعيد، وبيخلي كمان التجاعيد زي ما تكون عميقة او صعبة عن لو حد موقف سكر او لايف ستايل بتاعه مفهوش سكر قوي. بيخلي كمان بيعمل حالة كده لما دايما يكون بنستهلك سكر كتير، موضوع بيبقى ادمان. على فكرة في دراسة عملت وقالت انه ادمان السكر زيه زي ادمان النيكوتين اللي في السجاير والكوكايين والحاجات اللي هي بتاعت الادمان. ليه؟ وزيه زي ادمان مضادات الاكتئاب. اولا مضادات الاكتئاب مثلا بتعمل ايه؟ بتعمل تخليك في حالة تانية كده، تخلي فيه هرمونات معينة تطلع، فبتخليك في حالة تانية، متعود على الأدوية دي انت عايز تفضل في الحالة دي. برضو لما بنيجي ناكل حاجات مسكرة، الحاجات المسكرة بتزود افراز الدوبامين، وإلا بقى لو خدناها مثلا في الشوكولاتات، فدي بتزود دوبامين مع سيروتونين اللي هو الـ5-HT هرمون، فبتخلينا في الآخر في حالة كده اللي هو ايه؟ انا مبسوط. بس في الاخر بتحصل مود سوينجز عنيفة جدا، لازم ناخد بالنا منها. واستهلاك السكر مع المود، مع التقلب المزاج ده، بيبوظ الاعصاب وبيبوظ المفاصل. بتلاقوا دايما الناس اللي متعودة على السكر كتير ممكن يبقى زي في سنة ايه؟ لو ممكن فجأة يتعصب. التعود على السكر بيعمل مشاكل كتيرة جدا في كل حاجة في الجسم، واهمها السمنة يا جماعة. فمجرد ان هو بيعمل سمنة او زيادة وزن، فالسمنة دي ممكن توصلنا للسمنة المفرطة اللي هي بالتالي ليها 190 نوع من انواع المضاعفات. طب انا لما ببدأ بقى اقلل السكر، بيبدأ يتظبط الانسولين في الجسم، بيبدأ يحصل حرق للدهون. ولازم نفهمه كويس قوي عن موضوع حرق الدهون، انه لما بيبدأ جسمي يحرق دهون بيبدأ يزيد الهرمون النمو، وبيبدأ يقل الانسولين، وبتبدأ الموضوع يتظبط. وده اللي بيحصل اصلا الطبيعي في رمضان، يعني كده كده ده بيحصل في رمضان، بس احنا بنروح مبوظينه بعد الصيام بان احنا ناكل حاجات مسكرة. فخلينا نستغل الصيام صح علشان جسمنا كمان يبدأ يحرق من الدهون صح، اللي هي جسمنا لما بيبدأ
منظومة الحرق يبقى محرقة الدهون بيبدأ يحرق من الدهون الداخلية، دهون الأحشاء، دهون اللي عند الكبد، عند البنكرياس، الدهون اللي هي فعلا على المدى البعيد مضرة جدا وهتفرق قوي على فكرة. عملية الحرق دي كل ما تتظبط هتفرق قوي في مقاساتكم. فغير طبعا انه بشرتنا هتكون احسن، صحة الاعصاب هتكون احسن. طب احنا اصلا ازاي نوقف سكر، او ازاي، مش هقول لكم نوقف، نغير اللايف ستايل بتاعنا بحيث ان السكر ما يكونش هو الحاجة الاساسية عندنا. اول حاجة لازم يكون عندي بدائل في البيت، لازم يكون عندي عسل نحل، لازم يكون عندي سكر ستيفيا، دبس تمر. اعود نفسي اعمل الوصفات اللي العادي بتاعها ان هي بتتعمل بسكر، انا اعملها بعسل واجربها. اعود نفسي كمان لو هاخد حاجة مسكرة ده ما يكونش في اللايف ستايل العادي بتاعي، يعني ما ينفعش كل يوم الشاي القهوة تكون محلاة، الحاجات دي هتفرق قوي معي. يعني اتمنى الفيديو ده يفرق معانا خصوصا الفتره دي في ان احنا نعيد حساباتنا وعلاقتنا بالسكريات. ويعني محتاجه اكرهكم فيها بصراحه، لانه ما ينفعش يبقى العادي بتاعنا ان احنا بناكل سكر وبكميات كبيره. بس كده اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، ومتشكره جدا على وقتكم. باي باي.